السلام عليكم. هنتكلم بس في الفيديو ده على موضوع ملخبط الناس شوية، اللي هو ليه الشات اوف فالف انا ممكن استخدمه في حكاية الكنترول بتاعة ال اسف ما اقدرش استخدمه في الكنترول بتاع الفلو، والباترفلاي كنت بستخدمه في الكنترول بتاع الفلو عادي. عشان نفهم بس، انا عايزكم تفتكروا شكل الجيت فالف، اللي هو مش الشات اوف فالف بشكل عام، كان الكلام على الجيت فالف. فده شكل الجيت فالف لو انتوا فاكرينه. خلاص، فالجيت فالف بيبقى زي ما قلنا فيه القرص اللي هو بيطلع وينزل، ده اللي هو شكل جيت. فانا هرسمه كده. فانا لو انا عندي ده الفالف نفسه، قلنا بيبقى فيه حتة تحت كده علشان القرص لما ينزل يبات فيها يعني. خلاص، فانا هرسم بس بلون تاني كده علشان يبقى الفرق واضح يعني. فانا المفروض عندي القرص بيبقى عامل كده. خلاص، ده الشكل الطبيعي، ان هو لو هيقفل فالقرص هيبقى عامل كده وخلاص، وهو قفل او يطلع فوق خالص ويبقى فتح. الشكل اللي احنا لو حد بيقول لي انا عايز اعمل كنترول الفلو، فهو بيقول لي انا عايز اعمل كده، هيخلي دي كده، هي نفس الرسمة اللي فوق بس الجيت هيبقى عامل كده. خلاص، بقية الجيت هيبقى كده، وبعدين الشافت اللي بيشده من فوق هنا. خلاص، انا ارجو بس ان الالوان تبقى واضحة علشان ما الناس ما تلخبطش. طيب، فانا لو خليت دي كده، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان في فورسز بتاعة الفلو ماشي اهو. خلاص، الفلو هو ماشي، هيعمل ايه؟ دول هيمشوا عادي، ما عندهمش مشكلة. دول هيجوا هنا يقفوا، ولما يقفوا هيضطروا ان هما يعني، تخيل حاجة ماشية ببريشر عالي وبعد كده وفيلوسيتي عالية، وبعدين فجأة الفيلوسيتي قلت. فالفيلوسيتي لما تبقى بزيرو بيحصل ايه؟ البريشر بيضرب مرة واحدة، البريشر هيعلى جامد جدا. فلما البريشر بيعلى هيبقى البريشر هنا، الفورس هنا، مش هي البريشر ايكوالز فورس على اريا. فانا عندي فورس. خلاص، والفورس دي بتزق الاريا دي. فمعنى كده ان انا مع الكونتينيوس يوز من لو انا خليته مثلا نص فتحه ولا كده، هلاقي ان الديسك ده بدل ما هو كده، هلاقي ان هو بقى عامل كده. خلاص، يعني هو بدل، انا هرسمها تاني تحت برضو عشان تبقى واضحه، انا بدل ما انا الديسك عندي عامل كده، هلاقي ان الديسك بقى، او طبعا مش بالمنظر ده يعني، ما جاش شاكوش خبطه يعني، بس هو يعني هيحصل فيه شويه ديفليكشن، انا مزودها قوي علشان تبان بس هو ايه اللي حصل. فدي لما تيجي بقى تقفل الفالف خالص، دي مش هتعرف تدخل هنا، هتبقى جايه في الحته دي كده. خلاص، ودي خلاص مش هينفع تقفل، فالفالف باظ يعني كده، انت خربته علشان الحكايه دي. طب الباتر فلاي فالف، خلينا برضو نشوف الباتر فلاي فالف ليه اشمعنى بنعرف نستخدمه في حاجه زي كده. الباتر فلاي فالف فين؟ ادي الباتر فلاي فالف. خلاص، هو البترفلاي فالف. البترفلاي فالف هيبقى الفرق الكبير بينه وبين الجيت فالف هو ممسوك ازاي. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت ابص حتى ميكانيكالي على شكل البترفلاي فالف، هلاقي ان هو لو انا باصص عليه من الجنب ده، انا باصص عليه من الجنب اللي فوق ده اللي هو الجيت فالف، فانا البترفلاي فالف انا باصص عليه من الجنب، هلاقي ان هو شافت كده، والشافت ماسك قرص. خلاص، المنظر اللي انا شايفه ده لو البتر فلاي فالف مفتوح. خلاص، يعني ده الفلو ماشي كده، والبتاع ده بارلل ليه. انا هبص عليه من فوق بقى، يعني انا هبص هنا توب فيو، ده سايد فيو، هبص عليه هنا توب فيو. فانا لو باصص عليه توب فيو هلاقي ايه؟ هلاقي القرص ده عباره عن ايه؟ لو انت شاطر في الرسم الهندسي هتلاقي ان هو بقى شكله خط، بقى خط، يا اما يبقى كده مقفول، او انا هعمل بقى تاني بالاحمر، او كده مفتوح. خلاص، فانا كده ده open fully open وده fully closed. كويس. طيب افرض بقى ان انا عملته فالكلوز اوبن، خلاص يعني هو خلاص اتقفل يا اما اتفتح، فما فيش مشكله في الفورسز. تعالوا بقى نشوف انا لو عندي النقطه اللي كانت احيانا الناس بتلخبط فيها. طب انا لو عندي مفتوح ربع فتحه ولا تلت فتحه ولا حاجه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى، انا هخلي دي هنا كده اللي هي بتاعت الفورسز دي، عشان هنحتاج نشوف الفورسز هنا عامله ازاي والفورسز هنا عامله ازاي. انا هبص عليها على، انا بتكلم دلوقتي على الباترفلاي. خلاص، فالباترفلاي لو انت باصص عليها من فوق، ده التوب فيو اللي قلنا هنشوف الفالف فيها كانه، او البتاع قلب الفالف كانه خط. لو انا عامله
ده بتاع الشافت اللي ماسكه، وهو مايل مثلا بزاوية كده 30 مثلا. خلاص بص بقى على الفورسز اللي عليه هتبقى عاملة ازاي. الفورسز اللي عليه هتبقى عاملة كده 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 كده. فأولا انت ما عندكش التسعين درجة دي، خلاص حتة ان هو راح قفل مرة واحدة دي والفلو فاتح في حتة تانية مش موجودة خلاص. فالفورس اللي هيبقى لوكالايزد في حتة واحدة دي ما بقتش موجودة، والفورسز اللي موجودة هيخلي الفلو يمشي كده او يمشي كده خلاص، هيمشي بارلل للسيرفس. يعني لو تاخدوا بالكم برضو من الرسمة او الفيديو اللي كنا موجود او الرسمة دي حتى، لو تاخدوا بالكم من حاجة، السطح بتاعه ناعم جدا، هو معمول السطح بتاعه الديسك اللي جوه ده السطح بتاعه سموث جدا جدا عشان ما يعملش اي فريكشن ويقلل اللوسز على قد ما يقدر خلاص. فانت مش هيبقى عندك فورسز كتير قوي على البتاع دي، على الديسك اللي جوه خلاص. ثانيا الفورسز مش ما هياش جايه، يعني زي ما قلنا مش هتبقى لوكالايزد، وبعدين هي مش ممسوكه في حته والفورسز بتتنيها عند زي ما يكون هنج كده، لا وما فيش حاجه زي كده هنا. انت الفورس عندك يا اما هتبقى كده، وحتى لو هي فول كلوزد لو هي عامله كده خلاص، انت عندك فورسز من هنا قد الفورسز اللي من هنا، فهي ايه الى حد ما بالانسد شويه. ما عندكش حته اللي فيها فورسز عاليه جدا جدا وحته الفورسز فيها ضعيفه جدا، فممكن تعمل ديفليكشن، فالفورس هتبقى متوزعه في الحاله دي كويس. فهي علشان بس تتخيلوها لازم تفهموا الشكل الفالف من جوه عامل ازاي، والرسمه نفسها بتاعته عامله ازاي، والفورسز هتبقى اكتنج عليه ازاي كويس. وطبعا هو بيبقى تيكن ان كونسيدريشن بشكل كبير جدا ان 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 ده مش معمول عشان كده. فبالتالي هو الماتيريال بتاعته معموله بالثيكنس بالدايمنشنز بتاعته ان هو يستحمل فورسز ديستريبيوتد عليه نورمالي، اللي هو في الشكل ده ان الفورسز تبقى نورمالي ديستريبيوتد عليه، وان هو بس ما يتقوش كده خلاص. لكن ان هي يعني هو ديزايند ان هو يبقى ممسوك من هنا كويس وممسوك من هنا كويس، وان الحته دي هي بس اللي هتبقى متعرضه للفورسز. فديزاين الماتيريال ان هي تستحمل النوع ده من الفورسز، مش ان هي تستحمل لوكالايز فورسز على حته واحده. هنا دي بيبقى الديزاين بتاع انها تستحمل طبعا الفورسز اللي هتبقى موجوده، وهيبقى موجود ان الفالف ده ينفع لبريشر كذا، ودي من السبيكس المشهوره جدا لاي فالف في الدنيا، ان هو يقول لك الفالف ده البريشر اللي يستحمله قد ايه، لانك لو اديته بريشر اعلى من اللي هو يستحمله اكيد حتى لو هو بتر فلاي فالف ممكن يضرب، يعني ما هو مش سوبرمان يعني. فهو في الاخر حي 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 انت هتعمله لبريشر معين خلاص، فهو هيقدر يشتغل باي انجل طول ما انت شغال بالبريشر ده خلاص. فأرجو إن كده يكون الفرق بين الاتنين واضح، والفورسز والكلام ده يكون اتفهم شوية. والسلام عليكم.